ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قوله تعالى ومن قوم موسى، من قوم موسى؟ قوم موسى هم بنو إسرائيل، فموسى عليه السلام إسرائيلي، وأخوه هارون أيضا إسرائيلي. ومعنى إسرائيلي أن نسبه يمتد حتى يصل إلى يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. فإسرائيل عليه الصلاة والسلام هو نبي الله يعقوب، وهو المذكور في قول الله تعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، وهو المذكور في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإسرائيل هو نبي الله يعقوب. ولا يخفى عليكم أن يوسف هو ابن يعقوب، هو أيضا إسرائيلي، هو إسرائيلي. فيقول الله تعالى ومن قوم موسى، يعني من بني إسرائيل، أمة أي جماعة وعدد كبير يهدون بالحق، يرشدون إلى الحق ويدعون الناس إلى اتباع سبيل الحق، وبه يعدلون في حكمهم وأهاليهم. فليس الإسرائيليون كلهم كفرة وكلهم قتلة للأنبياء بغير حق، إنما من بني إسرائيل فئة مؤمنة تصدق بالله وتصدق بملائكته وتصدق بكتبه وتصدق برسله وتصدق باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فليسوا كلهم قتل للأنبياء بغير حق، قتل للأمرين بالقسط من الناس، وليسوا كلهم كفارا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد دل على ما ذكرت من أن الإسرائيليين منهم قوم من أهل الصلاح قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنهم من عند رب آمنا به، إنا كنا من قبله مسلمين. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. وكان منهم أولو العلم، قد قال تعالى قل أمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني يا معشر كفار قريش أمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله كعبد الله بن سلام وغيره إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهذا هو التحذير. فبنو إسرائيل منهم أمة قائمة بأمر الله، قائمة تصلي آناء الليل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فالإسرائيليون، أعني ذرية إسرائيل عليه السلام، منهم قوم مؤمنون صالحون يقضون بالحق يرشدون الناس إلى طريق الحق وبالحق يعدلون إذا حكموا في القضايا. وقد قال الله تعالى أو عفوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الآية في أو ما ولوا في رواية، وأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الآية استدل بها
عدد من العلماء على أن العمل بالقضاء إذا كان قضاء شرعيا من الأعمال الطيبة ومن القربات التي نتقرب بها إلى الله. قد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس بالعدل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة. فلذا يا إخوة، لا ينبغي أبدا أن نسب إسرائيل، إسرائيل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من الخطأ الذي وقع فيه المسلمون أن أطلقوا على الدولة اليهودية اسم إسرائيل، والصواب أنها الدولة اليهودية، لأننا إذا نلنا منها وشتمناها قلنا إسرائيل بها أو إسرائيل، نلنا من نبي الله عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن التحرير أن يقال الدولة اليهودية، حتى قولهم الدولة الصهيونية ليس في الكتاب العزيز، إنما الصحيح أن تكون دولة اليهود أو الدولة اليهودية، والله أعلم. وإذا نسبناهم إلى أصولهم يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، إلى غير ذلك، كان ذلك الأمثل. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.